يصل عددهم بولاية توزر حوالي أكثر من 250 عربة موزعين على مدن توزر نفط ودجاش. العربات السياحية المجرورة مصدر رزق الكثيرين، مهنة ترتكز بشكل كبير على نقل زوار المدينة وخصوصا الأجانب، باتت تعرف هي الأخرى ركودا. يجي الصباح في 6 تاع الصباح كان ثم روام ونزل وحدينا، وأنا ما ثماش قال لك دين هنا قاعدين، فهمت؟ العشية جم روحين كل يوم هنا الحبة العزر عهد قبل بكر كنا نعمل في أربع خمسة كورسات قبل كنا نخدم، وما تو جولة بنعملها بالذراع أثر التعب الأخر تعب أكثر من اللازم تعبته. شلل في الحركة السياحية انعكس على الأوضاع الاجتماعية، فضعف المدخول وكثرة المصاريف أرهقتهم. الأوضاع هنا ناس كل تعب بالنسبة لأصحاب عربات، كل ما أصحاب عائلات وكل قاعدين نعانوا من بالنسبة للسياحة، معناها قاعدة ناقصة معناها بالنسبة للخدمة اللي هنا، تو قاعدين يعطونا في 100,000 معناها طريق الشؤون الاجتماعية. أنا ميتل وهنا صعب عائلات ماهيش مزي حتى الزايلة. ضرورة تطوير القطاع وتفقد المسالك السياحية والوقوف على الوضعيات المهنية والاجتماعية للعاملين به هو كل ما يطلبه هؤلاء. ماذا بين السلطة اللفتة اللي بين السلطة شوية للقطاع نتاعنا بين قوسين على قطاع العربات، لأن منسير ومنسير كلي، وبلغة أوحى بين قوسين بالله المندوب نتاع السياحة نتاعنا أن مقصر في حقنا أكثر ما تصور. السيد نور الدين كمون ولي توزر أكد أنه يجري التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة من ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من أجل مساعدة هؤلاء وكل ما اقتضى الأمر. اتصلنا بعثنا مراسلات لوزارة الشؤون الشؤون الاجتماعية ومشكورين، في كل مرة نطلبوا يقع إعانة المهن هذه، ولكن الإعانة تعطي فيها وزارة الشؤون الاجتماعية في حدود اللي المعمول به، هما الإعانة اللي تعطي فيها هي إعانة، ما تجمش تعوض المدخول اللي يعمل هو باش يهز بها أسرة كاملة. لم تعد هذه العربات السياحية الوسيلة الوحيدة التي يستعملها السياح للتنقل، بل أن التطور التكنولوجي فرض وسائل نقل جديدة قد تعد منافسا حقيقيا لعرباتهم التقليدية، في وقت بدا فيه الحصول على حريف وخصوصا الأجنبي أمرا نادرا.